بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ محاضرتنا في مشاغل الصيانة، مشاغل التبريد والتكييف. وصلنا المحاضرة الماضية على الكابيلري تيوب أو الأنبوب الشعرية، وشرحنا وظيفتها ومواصفاتها. الآن ننتقل لصمام التمدد الأوتوماتيكي اللي هو عبارة عن أوتوماتيك إكسبانشن فالف. يعمل هذا النوع من الصمامات التمدد اللي هو موجود عندنا بالشكل اللي احنا شايفينه هان على ثبات ضغط سحب الضغط. ايش يعني الكلام هذا؟ يعني بيحاول يحافظ على ثبات الضغط للضاغط لما بيجي عملية السحب. حركة الضاغط بيسحب سائل التبريد او مائع التبريد، بعدين ايش بيعمله ضغط، بعدين بيطلعه مضغوط. فعملية الضغط في سحب للضاغط هذا بيحافظ على ثبات الضغط عند العملية هذه. فعند زيادة الحمل التبريدي يزداد معدل التبخر في المبخر اللي هو الإيفابوريتور. بيزيد لما يكون في عندك حمل زيادة، إنه بدك تبرد إشي، المكان اللي أنت فيه بده فيه حمل تبريد كبير، بيزداد معدل التبخر في المبخر، وبالتالي يزداد الضغط في المبخر. فزاد الضغط في المبخر، فلما يزيد الضغط في المبخر يقوم صمام التمدد الآلي بدوره. كيف يعني دوره؟ بيجي بيحافظ على ضغط السحب، وذلك من خلال تقليل مساحة المرور لوسيط التبريد. بخليش كل وسيط التبريد اللي كان في المبخر، اللي احنا حكينا انه المبخر بيكون قبل الضاغط، بيخليهوش يدي اللي هو كل مائع التبريد اللي كان عندنا مرة واحدة. فهذه نقطة اللي هي أهم وظيفة اللي هو صمام التمدد الآلي. كيف بيعمل العملية هذه؟ بيقلل فتحة مرور وسيط التبريد على الضغط. يعني بدل ما يكون فتحة مفتوحة على الآخر، خلينا نحكي مفتوحة بنسبة 100%، لا بيخليها مثلا بنسبة 70%، عشان يقلل الضغط اللي جاي من عند المبخر ورايح على الضاغط. طيب، من خلال تقليل مساحة مرور وسيط التبريد، وبالتالي يقلل معدل سريان وسيط التبريد في المبخر، مما يؤدي إلى انخفاض الضغط إلى القيمة الابتدائية. ويمكن القول بأن صمام التمدد الآلي يحافظ على ثبات الحمل على الضغط، بيخلي الضغط الحمل عنده ثابت، مش بيزيد وبينزل وبيطلعه، مرة يكون الضغط عليه عالي في الضغط، ومرة يكون واطي، ومرة ممكن يخرب الضغط وكذا. لا، بيروح بيصير الضغط يشتغل على ضغط ثابت، بيجي الضغط له مائع تبريد بضغط ثابت. فهذه وظيفة صمام التمدد الآلي، نقطة مهمة جدا. طيب، هان بيكون مدخل وسيط التبريد للضغط العالي اللي بيجي من عند المبخر، هان بيصير التحكم في الفتحة على أساس إنه يفتح الفتحة هذه، هان الفتحة هذه يفتحها بمقدار قديش عشان يدخل وسيط التبريد، وما يكونش فيه كمية وسيط تبريد يدخل مرة واحدة بضغط عالي هنا. فمخرج هذا مخرج وسيط تبريد للضغط المنخفض اللي هو الضغط هذا، بيروح وين؟ على الكمبريسور. نكمل صمام التمدد الحراري اللي هو الثيرموستاتيك اكسبانشن فالف. يعمل هذا النوع من صمامات التمدد على المحافظة على فرق درجة الحرارة بين درجة حرارة وسيط التبريد الخارج من المبخر ودرجة حرارة التشبع عند ضغط المبخر، والذي يعرف بدرجة التحميص اللي هو السوبر هيت. يعني هذا النوع من الصمامات التمدد وظيفته بيحافظ على فرق درجة الحرارة بين درجة حرارة مين؟ وسيط التبريد الخارج من المبخر ودرجة حرارة التشبع عند ضغط المبخر، والذي يعرف بدرجة التحميص، وذلك لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من سطح المبخر. فعندما يزداد حمل التبريد يقوم الصمام بزيادة معدل السريان، مما يؤدي إلى حفظ درجة الخارج من المبخر عند الدرجة المعايرة. وعند نقص الحمل التبريدي يقوم صمام التمدد الحراري بنقل كمية السريان لوسط التبريد، وبالتالي يحافظ على ثبات درجة التحميص، اللي هو صمام التمدد الحراري بالشكل هذا. مدخل وسيط التبريد، وهنا الحساس تاع الحرارة علشان بناء عليه يشتغل وسيط التبريد، وهنا المخرج تاع وسيط التبريد. طيب، صمام التمدد الإلكتروني اللي هو Electronic Expansion Valve.
يتكون صمام التمدد الإلكتروني من 4 أجزاء رئيسية كما هو موضح في الشكل اللي جاي إن شاء الله، شكل 2.11. هي عبارة مكوناته للصمام التمدد الإلكتروني: محرك ذو الحركة المدرجة اللي هو فيه ستيبر موتور، يعني موتور اللي هو حركة مدرجة. شو يعني حركة مدرجة؟ محرك ذو حركة مدرجة، موتور ولكن بيمشي حركات ثابتة، ستيبر، خطوات، الذي يتحرك نحو الأعلى وإلى الأسفل لفتح وإغلاق الفوهة. الفوهة اللي هي الأوريفيس، يعني فتحة الخروج. ولولا بالتوصيل اللي هو الليد سكرو والمكبس اللي هو البستون ومجموعة الفوهة الفتحة اللي هي الأوريفيس أسمبلي. الأوريفيس أسمبلي، حلو الكلام. يعني تتكون الفوهة من 3 إلى 6 فتحات. الفوهة تتكون من 3 إلى 6 فتحات حسب سعة النظام التصميمية، حسب تصميم النظام بتكون يا 3 يا 6 فتحات. ويعتمد مبدأ العمل على صمام التمدد الإلكتروني على الإحساس بالتحميص وضغط السحب أو درجة الحرارة السحب بواسطة ناقل الإشارة اللي هو ترانسديوسر. ترانسديوسر يعني حساس حرارة، بيوصل الحرارة وبيقول لك وين وصل الحرارة بالضبط، يستخدم في خط السحب. ومن ثم تنتقل هذه الإشارة إلى المعالج اللي هي المايكرو بروسيسور، والذي بدوره يعطي الإيعاز إلى المحرك ذو الحركة المدرجة لتحديد اتجاه الحركة سواء كانت بالفتح أو بالإغلاق. شو يعني الكلام هذا كله؟ يعني إحنا فعليا في عنا فوهة تتكون من 3 إلى 6 فتحات حسب التصميم اللي موجود عندنا. بناء على التصميم هذا الصمام التمدد الإلكتروني بيروح بيقيس الحرارة عن طريق إيش اسمه؟ حساس حرارة اللي هو ترانسديوسر، هذا اسمه حساس حرارة، يستخدم في خط السحب بيقيس الحرارة. وبعد هيك بياخذ الحرارة هذه اللي طلعت مع النتيجة، لنعتبر الحرارة طلعت 37، بياخذ القرار الحرارة 37 القيمة هذه وبروح بحطها في الإشارة اللي هي المعالج. المعالج يعني العقل تبع النظام، المعالج اللي هو المايكرو بروسيسور اللي هو عبارة عن جهاز كمبيوتر صغير جدا، بياخذ أو قطعة إلكترونية صغيرة جدا، بياخذ القراءة وبيجي بيدي أمر للمحرك، يا يشتغل يا يطفي، يا يزيد حركته يا يقلل حركته، يا يفتحها يا يسكرها، بناء على الحرارة اللي مبرمجها أنت أو بناء على إيش؟ الأمر اللي أنت مديله إياه. طيب، المبخرات التي تبرد الهواء تستخدم في وحدات التكييف الشباكية والمنفصلة والمجمعة ومكيفات السيارات. وتقوم هذه المبخرات بسحب الهواء الحار من حيز المراد تبريده وتمريره إلى ملفات المبخر الباردة، وتحتوي هذه على وسيط التي تحتوي على وسيط التبريد البارد، فيبرد الهواء من خلال عملية تبادل الحرارة مع وسيط التبريد الذي يسخن قليلا ويتحول إلى الحالة الغازية. وهذه متفقين عليه إنه إحنا فعليا بتحول للحالة الغازية، وتتم عملية سحب الهواء باستخدام مروحة طاردة مركزية في المكيفات كما هو بالشكل اللي موجود عندنا هان. مبخر يبرد بالهواء، كل مراوح شغالة الهواء بيضخ فبيبرد اللي هو المبخر عن طريق الهواء. المبخرات التي تبرد السوائل Liquid Cooler Evaporator تستخدم هذه المبخرات في التبريد بشكل مباشر كما هو في الحال في برادات المياه أو المرطبات، حيث يتم تبريد الماء مباشر عن طريق تبادل الحرارة بين الماء ووسيط التبريد. يعني بين الماء ووسيط التبريد بتلاقي المبخرات هذه أساساً موجودة بين الماء وبتعزل عن وسيط التبريد. كذلك الحال بالنسبة لكل من السوائل التي يجري لها عملية التبريد. وتستخدم المبخرات بطريقة غير مباشرة كما هو الحال في التكييف المركزي. كيف التكييف المركزي بيصير؟ يتم تبريد الماء عن طريق تبادل الحرارة بين الماء ووسيط ووسيط التبريد في دورة بسيط في دورة وسيط التبريد، ومن ثم يتم تبريد الهواء بالماء المبرد عن طريق تبادل الحرارة. يعني من الآخر بتكون أنت فعليا عندك في التكييف المركزي تبريد بالماء عن طريق تبادل الحرارة بين الماء ووسيط التبريد، وتسمى هذه الوحدات مناولة الهواء، وسيتم التعرف على جميع أجزائها إن شاء الله لاحقاً. بهيك بنكون إحنا خلصنا اللي هي الأجزاء الميكانيكية المهمة وملحقات الأجزاء الميكانيكية. طيب هذه بالنسبة لدورة الأجزاء الميكانيكية. طب إحنا لو بدنا ننتقل الآن، هننتقل للفصل الثاني من الوحدة الثانية اللي هي الأجزاء الكهربائية المكونة لدائرة التبريد الأساسية. إحنا حكينا دورات التبريد
بيكون فيها جزء ميكانيكي وجزء كهربائي. الجزء الميكانيكي فيه له أشياء رئيسية، مكونات رئيسية، والجزء الكهربائي وله ملحقات طبعا، والجزء الكهربائي أيضا له مكونات أساسية وله مكونات ملحقات خلينا نسميها لدورة التبريد الأساسية. طيب نيجي نكمل بالنسبة للأجزاء الكهربائية المكونة لدورة التبريد الأساسية. دورة التبريد البسيطة تتكون من أجزاء ميكانيكية حكينا فيها، وبتتكون من أجزاء أخرى كهربائية بيتم بتعمل على إيصال التيار الكهربائي للأجزاء الميكانيكية. ولا الأجزاء الميكانيكية كيف بدها تشتغل بدون ما يكون في تيار كهربائي وصل إلها؟ فعشان يصل التيار الكهربائي إلها لازم يكون في أجزاء كهربائية. وفي هان هنتعرف على الأجزاء الأساسية المكونة لدورة التبريد. زي إيش؟ المفتاح الكهرومغناطيسي، المرحلات اللي هي الريليز، والمكثفات الكهربائية اللي هي الكاباسيتورز. طيب محركات الوجه الواحد، شو يعني محرك الوجه الواحد؟ مكونات المحرك الكهربائي، يتكون المحرك الكهربائي من جزئين أساسيين. هاي محرك كهربائي يا شباب، مفصول مفكوك بالشكل هذا، في عندي الجزء الثابت وعندي الجزء المتحرك. الجزء الثابت والجزء المتحرك كما هو موضح بالشكل. الجزء الثابت اللي هو عبارة عن هذا جزء بتكون من ألواح معدنية من الحديد الصلب مبرشمة مع بعضها البعض وموصلة عن طريق ربطها بجسم المحرك، ترتبط بجسم المحرك وتثبت الملفات اللي هي الويندينجز اللي هي الملفات هذه تمام على المجاري كما هو موضح. المجاري في ملفات، هاي المجراية، هاي مثلا هنا، أي هنا اللي هي المجراية، وهنا بيصير عملية اللي هو اللف اللي هو الملفات، وزي ما حكينا يتم توصيلها بطريقة يمكن معها تكوين قطبية متبادلة بين القطب الشمالي والجنوبي. يعني بالآخر بتكون لفها على أساس إنه تكون القطب الشمالي والجنوبي يكون بينهم قطبية عشان يصير عملية اللي هو اللف أو التحريك. الجزء الدوار اللي هو الروتور، هذا جزء الثابت اللي هو الستيتور. جزء الدوار اللي هو الروتور يحتوي هذا الجزء على شرائح حديدية معزولة عن بعضها البعض لتقليل التيارات الدوامة. كون على شرائح حديدية، شو وظيفتها الشرائح هذه الحديدية اللي بتكون في جزء الدوار اللي هو اللي موجود عندنا؟ الجزء الدوار هذا بتتكون لتقليل التيارات الدوامة، ويحدث التجاذب والتنافر بين هذه الشرائح والأقطاب في الجزء الثابت بسبب المجال المغناطيسي مما يسبب الحركه الدورانيه. يعني التنافر اللي بيصير والتجاذب اللي بيصير بيعمل حركه دورانيه. ويثبت العقد الدوار على عمود الدوران، والذي يثبت بدوره على كراسي التحميل اللي هي من الاخر البيلنجز او البيل. بيكون في موجود عندي بيل اللي هي اسمها كراسي التحميل موجوده على الاطراف. المحركات ذات الطور الواحد اللي هم من الاخر اسمه السنجل فيز موتور، اللي هو السنجل فيز بنحكيه هنا بالعربي. طيب هناك العديد من انواع المحركات ذات الطور الواحد التي تستعمل في مجال التبريد والتكييف. محرك يدور بالحث، يدور بالحث اللي هو الاندكشن موتور، هذا محركات ذات الطور الواحد لغرض الحصول على العزم اللازم لإدارة المحرك في هذا النوع من المحركات، ولجعله ذا إدارة ذاتية اللي هو السيلف ستارتنج، انه يبدا من ذاته. فقد تم استخدام ملف التقويم مربوط على التوازي، بيكون ملف التقويم تبعه اللي هو عشان يشتغل الستارت اول ما تشغل، في ملف اسمه ملف التقويم بيكون مربوط على التوازي مع مين؟ مع ملف التشغيل ومفتاح طرد مركزي مربوط على التوالي مع ملف التقويم كما هو موضح بالشكل. لقيت حنشوف الشكل اللي هو الشكل هذا تمام. هتلاقي انت عندك اللي هو الكلام اللي حكيناه واضح بالشكل اللي هنشوفه الان، وانه السلك ملف التقويم في المحركات ذات الطور المنفصل يكون صغير نسبيا الى ملف التشغيل، لذلك يكون الملف ذات مقاومه وحث منخفض، يعني بيكون الحث تبعه منخفض. بينما ملف التقويم ذات مقاومه منخفضه وحث عالي عند بدء التشغيل يكون ومفتاح طرد مركزي مغلق، أي أن الملفين متصلين في الدائرة، ولكن نتيجة الحث العالي في ملف التشغيل بالنسبة لملف التقويم يؤدي إلى تخلف أو تأخر في التيار في ملف التشغيل بحوالي 30 درجة كحد أقصى عن التيار في ملف التقويم. بهيك إحنا مطلوب منا بس يكون واضح لنا إنه فعليا المحرك اللي يدور بالحث
يكون موصول على التوازي مع ملف التقويم، وايضا مع ملف التشغيل ومفتاح الطرد المركزي، وايضا مربوط على التوالي مع مين؟ مع ملف التقويم كما هو موضح بالشكل. بهيك بنكون احنا واضحه عندنا اللي هي الفكره اللي حكيناها. هذا النوع من المحركات اللي احنا قلنا ساعه او قلنا فتره بنحكي عنه، اللي هو بيكون متوفر بمدى من 37 من 0.25 كيلو وات ل 37 كيلو وات، ولفرق جهد من 115 فولت ل 230 فولت او 230 فولت. ويكون عزم التقويم منخفض في هذا النوع من المحركات بسبب فصل التور الذي يمكن ان يحدث عند 30 درجه كحد اقصى، مما يجعله من الانواع المناسبه لاداره الضواغط التي لا تكون تحت التحميل عند بدايه التشغيل. طيب كيف بدنا احنا نوجز الكلام اللي حكيناه هذا كله طريقه سهله وسلسه، وشو هي طريقه التوصيل اساسا للدوره اللي احنا حكينا عليها والشرح اللي احنا حكينا فيه تو؟ بقول لك يمرر التيار عبر القطع قاطع الحمل الزائد، يعني من الاخر الاوفرلود، الى النقطه المشتركه سي في المحرك كما هو موضح في الشكل 15-13. يعني عندي الاوفرلود او هذا المحرك سي اللي هي المنطقه هذه، تمام، النقطه سي اللي هي النقطه اللي شفناها تو في المحرك. هذه النقطه سي يمر التيار الى النقطه المشتركه سي، اللي هي وين النقطه المشتركه؟ هي النقطه المشتركه سي، بيمر التيار منها. طيب ومن ثم ينتقل التيار عبر الملفات الداخليه الى اس او ار، هي اس او ار، بيمر التيار بالشكل هذا، بيجي على اس وبيجي على ار، وبعد ذلك يتوقف التيار عند احدى النقاط، حيقف التيار يا هان يا هان. خلينا نكمل. توصيل التيار من النقطة الثابتة ال الى نقطة الدخول في مفتاح الطرد المركزي، والذي يقوم بإعطاء قوة دفع كهربائية للنقطة اس، والتي يقوم بدورها نقطة بدء تشغيل المحرك. يعني التيار وين بيوصل؟ من النقطة الثابتة ال الى نقطة دخول مفتاح المركزي. وين النقطة ال؟ وين نقطة دخول مفتاح الطرد المركزي؟ طيب شو بده يصير في الحاله هذه؟ باعطاء قوه دفع، صار في قوه دفع كهربائيه للنقطه اس، تمام، والتي يكون بدورها نقطه تشغيل المحرك من هان لستارت تشغيل، ومن ثم توصيل النقطه ار والتي تقوم بعمليه التشغيل المستمر كما هو بالشكل التالي. صار عندي اللي هو الرسمه هذه، محرك يدور بالحذف مع مفتاح ضغط مركزي، والمحرك يدور بالحذف مع مرحل، مع مرحل ريلي. فهذا الشكل مفتاح سكره بيمر التيار من هان وبيضل مكمل، هذا المفتاح مفتوح بيمر التيار من هان بيلاقي هذا مفتوح، اذا ايش؟ مش حيكمل. هنا نفس القضيه، انه احنا فعليا اذا المرحل اللي هان الريلي طق هان، يعني هذا هذه اجت هان وهذه اجت هان، حيتلاقي الكهرباء وصلت وظلت ماشيه. ما طقش، اذا انت فعليا ضل مفتوح، الكهرباء ظلت ماشيه، مش هتصل، مش هيوصل هذا مع هذا، فمش هيصل الكهرباء هنا. طيب محرك بمكثف التقويم، محرك بمكثف التقويم، هذا النوع من المحركات مشابه تماما مع النوع السابق من حيث التركيب والتشغيل، اللي هو النوع السابق اللي احنا حكينا عليه هنا، اللي هو محرك يدور بالحد، وهذا محرك بمكثف التقويم، متشابهين، الا انه يضاف مكثف التقويم بانه يربط على التوالي مع ملف التقويم اللي هو اس، يربط على التوالي مع ملف التقويم اللي هو اس، والذي يقوم بدوره على مساعده تقويم المحرك، يعني لحظه التشغيل كما هو موضح بالشكل 17-2 هذا. فبيساعد على عمليه التشغيل. يؤدى الى تقدم التيار على فرق جهد في ملف التقويم، بينما يكون التيار متخلف عن فرق الجهد في مرحلة التشغيل نتيجة الحث العالي، ونتيجة لذلك قد تصل إزاحة طورية، يعني إزاحة، يعني قديش هو فعليا بعد عن ملف بين ملفات التقويم والتشغيل، إلى حوالي 90 درجة، وهذا بنسميه التقويم ثنائي الطور. مش مطلوب منكم الكلام هذا يا شباب بالتفصيل الدقيق في موضوع اللي هو تفصيل الكهرباء الداخلية للمحركات. لهذا السبب يكون هذا النوع من المحركات ذات عزم عالي، تقويم عالي، وهذا ما يجعله من الانواع المناسبه لاداره الضواغط التي تكون تحميل عند بدايه التشغيل فيها بمقدار من 0.6 ل 125 كيلو وات، ومن 115 فولت او 230 فولت. طيب محرك بمكثف التشغيل، محرك بمكثف التشغيل،
في هذا النوع من المحركات يوصل مكثف التشغيل إلى النقطة S أو R مع المحرك، وتكون النقطة R هي المسؤولة عن ملفات التشغيل في المحرك، ويتم التوصيل كما التالي: بمرور التيار الرئيسي إلى النقطة اللي هي الأوفرلود، يقوم بمروره من حماية المحرك عن الحمل الزائد، ومن ثم إلى النقطة C. وصلنا النقطة C المشتركة التي تغذي ملفات التقويم اللي هي S و R، ومنها إلى مكثف التشغيل، هاي مكثف التشغيل، ومن نقطة R في محرك إلى النقطة المشتركة مع مكثف التيار الرئيسي والتي تكتمل الدائرة الكهربائية عندها، اللي هو بيصير بالشكل هذا. محرك يعمل بمكثفين وتشغيل وتقويم، اللي هو المحرك اللي بالشكل هذا. من هذا النوع من المحركات مشابه تماما مع النوع الثاني، واحنا حكينا النوع الثاني مشابه مع النوع الاول، وبالحاله هذه احنا بنقدر نحكي انه ملف التشغيل بيكون على التوازي مع ملف التقويم. ان عمل هذا المحرك مع المحركات يختلف من الانواع السابقه، فايش بيختلف؟ يختلف من حيث ملفات التقويم والتشغيل، حيث تكون متصله بالداره في كل الاوقات، يعني مش في وقت الستارت وغير. عند بدايه التشغيل تكون كل من مكثف التشغيل والتقويم في حاله اتصال بالداره، وفي حال التوازي مع ملف التقويم يقوم يستخدمان معا عند بدايه التدوير، يعني عند لحظه التشغيل يبدو بالدوران معا، ولكن عند هبوط التيار في ملف المرحل يؤدي الى ضعف مجاله المغناطيسي فتنفصل التماس. وهذا طبيعي انه احنا فعليا لما بيصير ضعف في المجال المغناطيسي بيروح التماس بين القطعه اللي موجوده عليه، بحيث انه الجاذبيه تاعته بتروح ويفصل مكثف التقويم ويستمر المحرك بالدوران. خلاص طالما انت اديته لحظه التشغيل زي سلف السياره، بتدي له لحظه التشغيل فبيكون ايش؟ كمل تشغيله للاخر. فانت لحظه التقويم هي اللحظه المهمه في الموضوع هذا. طريقه توصيله ان انت فعليا يوصل مكثف التقويم الى المرحل والطرف الاخر الى نقطه اس. يعني بيكون عندك ملف التقويم الى المرحل بالشكل هذا، والثاني بيكون موصول بالشكل اللي احنا شايفينه عندنا هنا. يوصل مكثف التشغيل مباشره من النقطه اس في المحرك، وكذلك توصيل النقطه الاخرى من مكثف التشغيل الى النقطه ان، الى النقطه ان، ومنها الى النقطه ار. تمام، هاي النقطة N ومنها إلى النقطة R عن طريق تكميل الدورة. يوجد فاصل الحمل الزائد اللي هو الأوفرلود إلى النقطة C، يوصل على النقطة C، بيوصل النقطة C في المحرك ويوصل الخط الآخر للتيار اللي هو الخط L. طيب محرك متعدد السرعات، إحنا فعليا هذا بس بدنا ناخذ تعريفه بدون توصيفه الكهربائي. هو هذا المحرك متعدد السرعات يكون عدد ملفات معتمدا على عدد سرعات المحرك، فيمكن ان تكون ملفين، ممكن ان تكون ملفين او ثلاث ملفات، ويتحكم في السرعات بمفتاح يسمى مفتاح السرعات. تمام، فاذا انت عندك بيكون مفتاح سرعات، بناء مفتاح السرعات اذا انت بتاخذ A او B او C بتغير المقاومات وبتيجي بيصير عندك توصيل اذا كان على النقطه A او على النقطه B او على النقطه C، وكل نقطه من هذول النقاط بتديك سرعه معينه. بهيك بنكون احنا شرحنا شرح كامل لتوصيل والمحركات وطرق توصيلها وانواعها اللي موجود عندنا في ماده المشغل الهندسي او المشغل التبريد والتكييف. نراكم ان شاء الله المحاضره الجايه، بنشرح فيها ان شاء الله محرك الضغط وكيف بيصير عملية فحص مقاومة العزل وإلى آخره. يعطيكم ألف عافية.